معلومات، احنا ما عندناش معلومات، كله عمال يخفي المعلومات اللي عندنا. لاخر دولة كان دكتور ماجد وهو استاذنا الجميل لنا صديقي العزيز انه بيقول مسائل مهمة جدا ضروري نعملها. المركز العربي عمل حاجة مهمة جدا، وهي انه رحنا عدة وزارات من ضمنها وزارة العدل، عملنا يعني اجتماعين، جمعنا الموظفين بنتكلم لها. لكن لو استمرينا بان احنا عمالين نشكب في الفساد ونقول الفساد بوظ الدنيا، مش هيحصل اي ايجابيه. نحن عايزين زي ما انا قلت في الورشه اللي كانت معموله اول امبارح، انه اذا ما خرجناش من اي لقاء باليات حقيقيه محترمه موضوعيه للخروج من هذا النفق المظلم، هنفضل في هذا المستنقع الى ان تقوم الساعه. الفساد في مصر يدمر التنميه، الفساد في مصر يفسد الناس، الفساد في مصر بيضيع مبالغ طائله. ده شكل من اشكال الفساد. ضروري نحاسب على اموال الدوله، ضروري نحافظ على فلوسنا الضعيفه، احنا في موقف لا نحسد عليه. ولذلك نحن عايزين نخرج من هذه الورشه المحترمه بان احنا نتكلم على اليات، ومعانا اثنين من الثقال العظام.